الأول هناخد النهاردة حلوين درس جديد اسمه ايه؟ اسمه المدود. الأول قبل ما اخد المدود هنراجع مع بعض كده الحركات كلها بالفتح وبالكسر وبالضم. هكتب كلمة وانت اقرأ معايا. يلا يا حلوين. ها ده. ها ها سالس. طب تعالى نبدل فيها كده شوية، نشيل الفتحة دي ونحط هنا ضمة تبقى ايه؟ دو. واشيل الفتحة دي واحط كسرة تبقى ايه؟ ها دوري سا. دوري سا. وطبعا امثله كتير لكده وكلمات كتير لحد ما اكون ايه نشطت كله، خليت الذاكره عنده حاضره في كل الحركات. وبقى الموضوع معايا كويس. ابدا بقى اركز على الدرس الجديد. اول حاجه هقول عندنا درس اسمه المدود. يعني ايه مد يا مس؟ المد يعني الزيادة أو التطويل في شكل الحرف ولا في صوت الحرف؟ في صوت الحرف. إزاي؟ يعني أنا مثلا عندي حرف الباء، باء لما حطيت عليها فتحة بقى اسمها إيه؟ باء. طب أنا عايزة أمدها شوية كمان أديها ألف كده مش عليها أي حاجة خالص. الأول أحط حروف المد أهو، يعني كنت مجهزة حاجة يعني إيه زي عناصر الدرس كده اللي هو يعني كل ما يحلو لك ان تقولي شويه حاجه. تمام. طيب يعني هو طب يعني دي هتبقى لينا احنا ككبار وبعد كده هنقول هنصرفها ازاي مع الصغير. يعني انا مثلا لو هتكلم عن المدود هقول ايه عناصر الدرس؟ هيبقى معايا ثلاث عناصر. اول حاجه المد، تعريفه وحروفه، وهيبقى معايا الممدود، وهيبقى معايا أمثلة وقصة مثلا. أول حاجة هقول المد هو الزيادة أو التطويل في صوت الحرف. مش لازم أكتب عشان الوقت. يبقى المد هو الزيادة أو التطويل في صوت الحرف. لما اجي اقول للطفل ما اقولوش مثلا باء وافضل اعمل بايدي كده باء وكل حاجه ايدي ايدي، لا لازم صوتي هو يبقى فاهم ويبقى مركز على حركات بقي ان انا في المد بفتح بقي وبمد بصوتي مش بايدي، عشان دي بيقابلنا بعد كده لما هو بيكون خد المد واتقنه كويس مثلا في القران. اجي اقول له السماء وافضل اعمله كده هيقول لي السماء، عمال يرفع ايده وهو اصلا مش بيمد بصوته. فانا بركز على النقطه دي جدا في بداية المد ان انا اقول له ايه؟ قا قا لا، مد معايا بصوتك قا. الصوت صوت صوت الفتحة حركة واحدة، صوت المد حركتين. عندي حروف المد تلاتة اللي هما ايه بقى؟ كلمة واي او كلمة اوي. زي ايه مثلا؟ ايه هي الحروف دي؟ الالف والواو والياء. مالهم بقى؟ بيجوا خاليين من الحركات خالص، مش عليهم اي حاجه، حتى الالف كمان مش بيبقى عليها الهمزه بتاعتها. يعني ممكن نقول ايه زي اغنيه بسيطه كده، تا 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 تا، حروف المد تلاته، الالف والواو والياء. وابدا احكي قصه مثلا عن المدود. كان عندي حلوين بيت، عندي شجره وعليها بيت الحروف، فقامت الحروف عايزة تطلع على البيت بتاعها تقعد فيه شوية. كان عندي مجموعة من الحروف زي الباء والجا والكا. حرف الباء والجيم والكا كانوا عايزين يطلعوا البيت بتاع الحروف، بس معرفوش يطلعوا لوحدهم لان هم مش عليهم اي حاجة. فجاء حد عشان يساعدهم اللي هو اسمه ايه؟ بطل الحروف. عمل ايه بطل الحروف؟ قال لهم انا هجيب لكم صندوق الحروف تختاروا منه حاجة عشان تساعدكم تتحط تاخدوها معاكم وتقدروا تطلعوا بيها عشان تقعدوا في بيت الحروف. فقامت الحروف دي قالت ايه؟ قال لهم انا عارف الصندوق تلت صندوق الحركات القصيرة، في فتحة وكسرة وضمة. قامت الحروف اختارت ايه؟ اختارت الفتحة.
الجيم بعد ما بقى عليها فتحه بقى اسمها جا، والكاف بقى اسمها كا، والباء بقى اسمها با. بس هل يا ترى كده هتقدر تطلع؟ مش قادره تطلع، عايزه تمد حاجه تشدها كمان وتطول معاها كمان شويه عشان تقدر تطلع. فرح قال لها، قالت له انا كده مش قادره اطلع، عايزه حاجه كمان تساعدني كمان اكتر. قال لها تمام هجيب لك بطل الحروف. جاب لها صندوق الحركات الطويله اللي هي ايه، مد بالالف والمد بالواو والمد بالياء. فبما ان الحروف دي واخده حركه الفتح فهنا هيناسبها المد بالالف. ليه؟ لان المد بالالف بيحب الفتحه لانها شبهه. شبهه ازاي؟ انا لما باجي اقول باء مش بفتح بقي؟ طب لما اجي اقول باء مد بالالف او باء مد طبيعي، مد باء الف مد طبيعي حركتين، هقول باء فهطول، فحرك صوت الفتحه مناسب المناسب للمد بالالف. هقول ايه؟ باء، وهمد شويه وهطول. فلما الحروف اللي عليها الفتحه خدت الالف، خدت المد بالالف، فبقت كده. والجا بدل ما هي جا بس، لما حطينا لها المد بالالف حركتين بقت جا. والكا نفس الكلام، بدل ما كانت كا لما خدت المد بالالف بقت كا. وقدرت الثلاث حروف دول والحروف التانيين اللي كانوا معاهم يطلعوا على بيت الحروف ويقعدوا فيه. ده بمساعدة مين؟ بطل الحروف، لما جاب لهم صندوق الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضمة، وصندوق الحركات الطويلة اللي هي مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء. وفي عندنا بقى حاجة نقول ايه، في أغنية كده للمد بالألف. المد بالالف هو فرحان بنفسه جدا، فبيقول بقى ايه، انا المد بالالف انا شكلي مختلف، من غير الهمزه انا موجود، من غير الحركات انا موجود، قبل بيجي الممدود وعليه الفتحه. قبل بيجي ايه؟ الممدود وعليه الفتحه. هو ايه الممدود ده بقى؟ مش انا عندي حرف مد اهو اللي هو الالف، لازم في حرف قبله انا بمده. هو المد اصلا جاي علشان يساعد الحركه اللي قبله انها تظهر اكتر واكتر. بدل ما انا بقول ب، لا طب انا عايزه اقول با، يبقى لازم استعين بالمد بالالف. والحركه الفتحه حركه واحده والمد حركتين، واقعد اقر الفتحه حركه واحده والمد حركتين، بالاستعانه مع بالقصه مع ترديد. طبعا هنجيب كلمات وبعد ما ناخد الكلمات ونتقنها جدا، يعني اكتب له مثلا ايه، باء باء الف مد يقول لي باء، مثلا سين كسره باء سي، مثلا ميم سكون باسم. هو السكون جاي عندنا بعد المد صح؟ طيب مثلا احط ميم اقول باء سيمو. طب انا عايزه اقطع، لما اجي اقطع اقول له ايه، عايز الكلمه دي بعد ما اتقن المد كويس جدا وادي تدريبات عليه واقرا على اللوحه. اجيب واقرا على اللوحه ولا يعني انا مرتبكه جدا على فكره، فاعذروني عذرا. الله المستعان. طيب هنقرا مع بعض المدود، المد بالالف ومد بصوتي، ازود في صوت الفتحه شويه عشان اجيب مد بالالف. لو انا خبيت المد بالالف كده يا حلوين فاضل معايا ايه؟ طب يلا نمدها كمان شويه، هو المد جه عشان يساعدها يزودها كمان حركتين، هتبقى ازاي؟ طول كمان، ممتاز برافو. اخبي برضو المد بالالف واقول دي اسمها ايه؟ باء. دي اسمها ايه؟ باء. اسمها ايه؟ ومد بالالف تبقى ايه؟ باء. وهكذا. ها مد بالالف ها مد بالالف مد طبيعي حركتين تبقى ايه؟ يعني ممكن اديله المعلومه بالتدريج شويه، اقول له مد بالالف وبعد شويه لما يتقنه في نفس برضو الوقت وانا بشرح اقول له ان هو مد طبيعي حركتين. يعني ايه طبيعي؟ يعني ما بضطرش ان انا مد زياده، ما بضطرش ان انا اقول با، لان ده هيقابلني شويه قدام في المدود، هيبقى له شرح تاني حاجات خاصه بالقران. اي حاجه ممكن تقول له سقفتين او خطتين او نقطتين مد طبيعي. تمام، او ممكن نقول خطتين كده مثلا، يعني اقول مثلا ايه، باء. طب باء الف مد باء
ب س وهكذا. كله بقى ج ألف مادة طبيعي حركتين ج ألف مادة طبيعي حركتين ح وهكذا. نعم ألف جا بنقول طبيعي حركتين بقى أربع ده بعد كده القرآن ماشي؟ لأن كده القراءة كلها معروفة إن المدود بتاخد حقها الطبيعي، مش لازم أعلقها بمادة طبيعي أو مادة زيادة، الكلام ده يبقى في القرآن، إنما هنا معروف إن المادة بزودها ألف مادة ألف مادة أيا كان، هي مادة بس أو بميل صفة الحرف عارف إن أنا توسط الحرف بدل ما حركة واحدة يبقى حركتين، هي دي الفكرة. أوكي خلاص أنتوا فاهمين؟ فاهمين كويس؟ يبقى فاهموا الأطفال بقى. طيب واحنا ممكن نشتغل بنفس الفكرة كده على المد بالواو بعد ما يكون أتقن المد بالألف كويس وعرف يعني إيه مد ويعني إيه ممدود وعرف يقطع الكلمة. المد بيجي مع الممدود والسكون ياخد اللي قبله والحركة بتيجي لوحدها، لكن أنا مش هقدر أقول كده بما إني لسه ما خدتش السكون. أنا بس كل اللي أفهمه في التدريبات إن أنا لما أجي أقطع الكلمة كل حرف له مقطع. لما اخد المدود بقى اقول هزود حته واحده بس، والمد مع الممدود لما اوصل للسكون هزود حته كمان السكون مع اللي قبل. تمام ماشي، فانا بديله نفس اللغه لكن بديله الجزئيه اللي خاصه باللي انا بقول. تمام كده. يعني مش عارف. نعم هننزل اهو، حاضر هننزل دلوقتي هننزل هنزلك بيهم دلوقتي. هنزل بالكلمات، باخد الكلمات ولا تعالي ننزل سوا، هنزل بالكلمات ازاي؟ اديني كتاب لو سمحتي. الاول بكتب بسطر السبوره وبعد كده بكتب كلمات ثلاث حروف، اركز على المقطع الصوتي اللي هو حرف المد بالحرف الممدود اللي قبله، وليكن ان انا هكتبهم مثلا كده مبدئيا ومش هكمل بقيه الكلمه لحد ما هو ايه يعني ايه يقولها معايا كويس ونقراها كذا مره وابدا ازود له عليها. مبدئيا هكتب كده يعني بشكل مختصر ونبدا نقرا. يلا يا حلوين قول معايا دي اسمها ايه؟ صا. ها ع ها ب. احسنتم. ممتازين. ده مس، هو انت مدياني كلمه من حرفين بس، حرف مد وحرف قبله، انا عايز كلمه كبيره، انا شاطر واقدر اقرا اكتر من كده. تمام يلا اما اديك كمان حرف كمان مع الكلمه وجمع لي الكلمه مع بعضها. ها يلا ها صو ده. طب دي بقى اقول عليها ده ولا ده بس؟ ده. ليه بقى؟ برافو، لاني مش جاي بعدها حرف مد فانا هديها حركه واحده بس، يبقى صو ده. ها صو ده. ايه العسل اللي حافظه كلمه من قبل ما اقولها دي؟ خلاص يبقى قا ما قا ما ها ب. اهم حاجه في الموضوع كله ان ابقى افرق بين صوت المد والحركه، ان انا ابقى عارف ان في المد بمد وبطول بصوتي حركتين، اما الفتحه بتاخد حركه واحده. قول ص د ق م، وهنا برضو هتقابلني نفس، هركز بقى على الحروف اللي هي المفخمه، هقول له فاكر الصاد والقاف قلنا عليها من حروف ايه؟ حروف المفخمه خاصه اللي هم ايه بقى؟ الخاء والصاء والضاء والغاء والطاء والقاء والظاء، اي حرف من دول انطقه لازم افخمه وابقى عارف بصوت الحرف ان هو ص ص ص ص ص مالي بقي، يبقى كده ده حرف مفخم. لما اجي المس تماليني وتقول لي اكتب لي ص ما، ما اكتب لهاش سين كده، ما اقولهاش هي سين ولا صاد يا مس، انا انطقها اقول ص ص مالي بقي، يبقى ده حرف مفخم يبقى ص. طب لو قلت له مثلا س
سادة ها يبقى ايه سا 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 مرققة ضعيفة مستفلة بلاش مستفلة مرققة يبقى ايه سا كده خلاص. ده بالنسبة للمد بالالف هنكتب الحروف هنكتب كلمات من ثلاث حروف وبعد كده مثلا نكتب مقطع رباعي زي كلمات زي دي كده. يلا جمع عليا ده ع الف مد دعاء ن الف مد ها كلمه على بعضها دعاء ن. احاول ان انا يعني اكون خفيفه مع الطفل واعوده على السرعه عشان كل ما الكلمه عدد حروفها هتكبر لو هو كان بطيء هيبقى صعب عليه انه يجمعها. فالخفه مطلوبه انه يبقى لماح وذكي وخفيف ما يقوليش د ع ن. طب جهتها لي كده هو نسي ان قبل النا الاخيره فيه دعاء لكن لو قال لي دعانا دعانا هتبقى سهل عليه انه هو يجيبها لي ايه دعانا. وهو طالع بيقرا على السبوره انا ما اسمحش له ان هو يبقى نايم وهو بينطق لي اللي هو عمال يقول لي ص اقول له مد بالالف يقول لي ص اقول له هي الحرف اللي بعدها يقول لي ده. طب هاتها لي على بعضها هو نسي اخر حاجه فاكرها بسرعه خف بسرعه اداء انا وخفتي انا وسرعتي انا وتركيزي عليه وان انا مصره ان اصب المعلومه واوصله بشكل معين ان هو يبقى سريع تركيزي انا هيوصل له. قصدك ان طريقه الصب بتفرق في الكبه في الاخير؟ لا بتفرق في المنتج ككل الجوده بتبقى كويسه هي وجهة نظر وانا عن نفسي يعني ما العيل اللي هو البطيء ده بيضايقني بصراحه. ممكن نقول له اه ممكن نقول له نستغل يعني ان هو يبقى سريع نقول له بصي يا حبيبي قول لي د ع مد بالالف دعاء بسرعه بسرعه دعاء ها يعني اللي انا ما اقولوش ما عودوش اصلا من الاول على ان هو يقول ع فتحه وبعدين مد بالالف ما اقولوش كده. انا اقول له لما تيجي تقرا المد اقرا المد الحرف المد يعني اقول له قول ع مد بالالف على طول خلص الموضوع ما تقوليش عين فتحه والف بعده يبقى مد بالالف. لا انا مش عايزه القصه دي كلها فده هيترتب على اداء المعلمه من الاول ما تقولوش العين عليها فتحه وبعده مد بالالف الحرف الساكن هاتوا مع الاثنين في مقطع تمام بالظبط. ايوه انا اقصد كده يعني همسك في كلمه يترتب على اداء المعلمه من الاول ده هيفيدنا جدا بقى في موضوع التخصص. لو موضوع التخصص تم هنا فانت ماسكاه اصلا من الحركات فهو عارف اسلوبك وانت عارفاه اذا كان بطيء اذا كان سريع اذا كان بيستجيب او لا هتشوفي انت هتغيري منه ازاي وهتعملي منه ايه وهتبداي تكملي عليه فانت واخداه منه هو كده طالعه بيه فده ابنك في الاخر النتيجه بتاعتك في الماده بتاعتك فده هيخدم جدا في الموضوع ده. عشان كده بمكافاه الطفل بتيجي مكافاه امه. احسنتي احسنتي ما هو الطفل ده مرايتك هو شاطر فانت شاطره هو سريع انت سريعه هو نايم انت جميله خلاص. ده بالنسبه للمد بالالف. لو هنشرح المد بالياء هنستعين بنفس القصه بعد الحروف ما طلعت فوق كانت عايزه تنزل تحت بس هي وهو حرف مكسور اكمل ولا هنكتفي؟ هي نفس القصه مش هطول هختصر بس هي الفكره واحده ان هو انت طبعا بعد ما اتقنتي ده وهضمتيه جدا عن طريق الكلمات وان اطلعه على السبوره وان امليه وخلاص وبقى بيرفكت في المد سماعي ويقول ويكتب وكل حاجة لما باجي بقى عند المد بالياء بقول له بقى فاكر بيت الحروف لما الحروف طلعت فيه وكانت قاعدة فوق ومين اللي جه ساعدها ها فاكر مين حد فيكم فاكر مين مين بطل احسنت يا مخي بطل الحركات. فبطل الحركات برضو رجع لهم تاني لان هم كانوا فوق لما طلعوا بقى وقعدوا فوق عايزين ينزلوا تاني فما عرفوش ينزلوا برضو لوحدهم لان الباء والجيم او الجيم والكاف والهاء واي حروف تيجي على بالك قوليها وبعد كده كانوا عايزين ينزلوا. طيب هي ها بس ك جيم ما. طيب مش عارفه تنزل عايزه حاجه تشدها لتحت. طب ايه اللي بيشد لتحت؟ الكسره. بطل الحركات لما جاب لهم صندوق الحركات القصيره الفتحه والكسره والضمه الالف خد الفتحه عشان هي شبهه بتفتح بقه وهو هي حركه وهو حركتين. طيب معنا مثلا هنا الباء قالت انا عايزه انزل لو انا فتحت بقي
وتمدت لفوق هطلع لفوق وانا اصلا عايز انزل لتحت، فانا محتاجة حاجة تشدني، فهختار من صندوق الحركات القصيرة هختار الكسرة، هبقى بي. طب يلا انزلي كده وخدي انت واصحابك كل واحد كسرة، هي كي جي بي. ها مش عارفين ننزل، لا احنا محتاجين حاجة كمان اقوى تشد فينا كمان وتنزلنا لتحت، هات لنا بقى صندوق الحركات الطويلة اللي هي مد بالالف مد بالياء مد بالواو. فقاموا مختارين ايه؟ الباء المكسورة، قالت اه انا بحب الياء هي شبهي، ها راحت واخدة الياء، والجيم نفس الكلام راحت واخدة الياء، فاذا هي الياء بتحب الكسرة، الالف تحب الفتحة والياء تحب الكسرة، الالف تحب الفتحة والياء تحب الكسرة، فراحوا واخدين الكسرة معاهم، فكده بقى قوي. هقول بدل ما اقول بي بقى بي 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 جي جي، واعمل نفس الكلام بالنسبة لايه المد بالياء، هجيب برضو اقرأ اللوحة نفس الفكرة مثلا. هي الحروف بعد ما نزلت، فاكر لما كانت الحروف نزلت؟ طب هي نزلت وقفت تحت، طب عايزه تلعب وتلف وتدور شويه حوالين الشجره دي، فمش عارف يلف ويدور، كده برضو بطل الحركات ساعدها وجاب لها صندوق الحركات القصيره اللي هي الفتحه والكسره والضمه. فقاموا قايلين ايه؟ احنا هناخد الضمه، هناخد الضمه عشان نلف ونعرف نلف كده وناخد الضمه. طيب الضمه مش مخلياني مش مساعداني، ده بو بو يعني اللفه بتاعتها صغيره، فانا محتاج حاجه اقوى شويه واطول شويه. طب هاخد ايه؟ برضو من صندوق الحركات الطويله، الالف المد ولا الياء المد ولا الواو المد؟ فقال الضمه قالت انا بحب الواو المد عشان هي شبهي بتضم بقها زيي، فهتبقى ايه؟ بو. هتبقى ايه؟ بو. هنا هتبقى ايه؟ جو. فانا طولت صوتي بصوت الحرف صوت الحرف الممدود، طولته بصوت حرف المد، بدل ما هي جو بقت جو، بدل ما هي بو بقت ايه؟ بو. ومد مد طبيعي حركتين، واكتب كلمات على المدود بالمد بالياء والمد بالواو واقعد اقرا. وطبعا مش هنتقل من مد لمد، هكون عامله لنفسي خطه او وقت اشرح فيه المد بالالف والمد بالياء والمد بالواو، ومش هنتقل غير لما يكون يعني ايه مثلا هشتغل اول 3 ايام او 4 ايام ده للفصل كله، الايام اللي بعديها مثلا اركز على اللي هم خلاص بقى نص الفصل تمام، اخر يومين او اخر 3 ايام ابقى شغلي كله على الضعيف، على الطفل الضعيف اللي هو اصلا ما جابش معايا الماده او الدرس الجديد اللي انا بشرحه ده، بقى هركز معاه بكل الاشكال، اجيب له بقى وسائل تعليميه، اطلعه يقرا، اطلعه يكتب، احكي له حكايه، ارجع معاه المعلومات. المهم ان انا لما انتقلش من مد لمد او من حاجه لحاجه، الا لما يكون الضعيف عندي بقى قوي، بقى انا شغلي كله على الضعيف، وبنتقل على اساس الضعيف عندي مش مثلا عندي 25 فبقى منهم 20 كويس، فالخمسه دول مش مشكله، لا الخمسه دول مشكله. تقولي ده صندوق الحركات الطويله، اللي الطويله اللي هي مش حركه، المفروض ده خليها الاصوات الطويله عشان دي بدوت مش حركه، هو في المنهج بتاع الابتدائي اسمه صوت قصير وصوت طويل، صح كده؟ يبقى احنا ممكن نقول في الفتحه والكسره الصوت الطويل الاصوات الطويله الطويله، اول الاولاني ممكن تمشي معاه الحركات القصيره لان هي حركه فتحه وكسره وضمه، ودي ممكن نقول عليها الاصوات الطويله. تمام تمام، جزاك الله خير على الاضافه، حلوه. خلاص والله الموفق والمستعان. مع التسل العبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء، بناء الأبناء.